بخطوات متسارعة تسابق الزمن تتكثف الجهود الأمنية لحماية مراكز الاقتراع يومي 18 من هذا الشهر، خطة أمنية وإجراءات مشددة تشهدها النجف لتأمين الانتخابات المنتظرة في المحافظة التي قسمتها مفوضية الانتخابات لثلاث دوائر يتنافس من خلالها أكثر من 100 مرشح. الخطة الأمنية وضعت من قبل اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات. هناك لواء مهمات خاصة زائدا فوج من الجيش كاحتياط لتأمين العرس الانتخابي في محافظة النجف الأشرف. ستكون القوات الأمنية قادرة إن شاء الله على فرض الأمن وسلطة القانون أثناء إجراء الانتخابات. 12 مقعدا نيابيا هي حصة النجف من انتخابات تشرين، تحظى وبحسب متابعين على أهمية قصوى يروها الأكثر من أقرانها في الانتخابات البرلمانية الماضية، أهمية عززتها المرجعية الدينية في بيانها الداعي إلى ضرورة المشاركة الواعية وعدم التهاون في التصويت للأكفاء. أعتقد أن الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في العاشر من الشهر الحالي لها أهمية كبيرة وأهمية استثنائية، لكونها جاءت استجابة لرأي الشارع العراقي ولرأي انتفاضة تشرين، وما عزز هذا دعوة المرجعية الدينية اللي صدرت يوم 30 أيلول اللي جددت أو شجعت من خلالها المواطنين على الانتخاب، اعتبرت الانتخابات بأنها السبيل الأوحد للعبور بالعراق إلى بر الأمان. ولم يتبقى عن يوم الأحد الكثير من الوقت لفتح 336 مركز انتخابي في النجف أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تحظى بمتابعة ورقابة محلية ودولية. سياسيا تشهد الساحة النجفية تحركات ومباحثات متواصلة، وذلك في إطار السباق الانتخابي الذي يشتد تنافسا كلما اقترب الموعد النهائي ليوم الاقتراع. من النجف محمد رزاق، التغيير.